بتعرفي انه يزن هو الوريث الوحيد لعمي. بابا هذا زواج ولازم نعرف وين عم نحط رجلينا. انت كل همك تلاقي مرة تقبل تتزوج ابنك الضريري اعمى. قصص من الحب الممنوع. وفي حدا بيتجوز بنته يا دكتور يا محترم؟ لك والله بحبها، لك وبالشرف وبنتي. تخطي لكل القيم والمبادئ. هذا اللي عم تساويه حرام. انك ساره مو بنته لوائل وهلا عشقانه وبده يتجوزها. ساره بنتي، بنتي بالقانون وبالحياه. والاخطر ان يسقط في شباك هذه المشاعر المحرمه. ما بثق بشرف النسوان. خلصي منه هيك بطريقه غير مباشره. في المسلسل الجريء العشق الحرام يومياً في رمضان.